بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثاني المتوسط لمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا بكم في درس اليوم الصيغة العلمية. درس اليوم نتكلم عن إزاي أكتب الأعداد بالصيغة القياسية والصيغة العلمية. أول حاجة يا أولاد لازم نعرفها إن أنا عندي صيغتين لكتابة الأرقام الكبيرة أو الأرقام الصغيرة. عندي حاجة اسمها الصيغة العلمية وعندي حاجة اسمها الصيغة القياسية. طيب أما أجي أكتب الأعداد بالصيغة القياسية، عندي قاعدة بتقول تتحرك الفصلة بعدد مرات الأس. إذا كان الأس موجبا فإن الفصلة العشرية تتحرك ناحية اليمين، وإذا كان القوة سالبة فإن الفصلة تتحرك ناحية اليسار. طيب تعالوا ناخد مثال على الكلام ده. احنا دلوقتي يا أولاد هنكتب الأعداد بالصيغة القياسية. لما يجي يقول لي 3.25 × 10^4، لاحظ يا أولاد إن العدد ده العدد 3.25 مضروب في قوة العدد 10. طيب العدد 10 مفهوم القوة كام يا أولاد؟ بالقوة 4، والأربعة دي موجبة أم سالبة؟ موجبة. طب القاعدة بتقول إذا كان الأس موجبا فإن الفصلة العشرية تتحرك ناحية اليمين. طيب يبقى الفصلة العشرية دي يا أولاد هتتحرك ناحية اليمين. طيب هتتحرك ناحية اليمين كم منزلة؟ هتتحرك ناحية اليمين 4 منازل. زي ما أنت شايف كده في الإجابة أهو زي ما قدامك. فصلة العشرية الأس 4، يعني القوة 4. طيب الأس إيه؟ موجب. يبقى الفصلة العشرية تتحرك ناحية اليمين 4 منازل. طيب تعال نشوف كده يا أولاد أهو. الفصلة كانت بين الثلاثة والاثنين، اتحركت 4 أرقام، 1، 2، 3، 4، وحطينا الفصلة العشرية. طيب ما دام الفصلة العشرية مفيش قدامها أي أرقام يبقى ليست لها قيمة. يبقى ليست إيه؟ لها قيمة، يعني أنت لو شلتها ولا كأنها موجودة يطلع العدد كام قدامي؟ ها؟ 32,500. طيب يبقى يا أولاد طيب نفس العدد لو ضربناه في قوة سالبة 3.25 × 10^4. احنا قلنا يا اولاد هنا قوة سالبة، يبقى الفصلة العشرية دي هتتحرك 4 منازل ناحية اليمين ام ناحية اليسار؟ ناحية اليسار. 4 منازل، ها تعدي الثلاثة يبقى كده أول منزلة، يبقى ده 1. فاضل لها كام حركة يا اولاد؟ 3 حركات. هنحطها يا 3 أصفار وناخد الفصلة الايه؟ العشرية. يبقى نحط لها 3 أصفار وناخد الفصلة العشرية. الأس سالب، الفصلة تتحرك 4 منازل لليسار زي ما أنت شايف في الإجابة، ها ونحط لها إيه؟ طيب الفصلة قدامها أرقام يبقى لها إيه؟ قيمة، يبقى تفضل زي ما هي ونحط إيه؟ 0 في اليسار. تطلع الإجابة 325 مليون. طيب ناخد المثال اللي بعده. يقول لي كتابة الأعداد بالصيغة العلمية. طيب ده ملخص للصيغة القياسية اللي فات. طب الصيغة العلمية بقى يا أولاد، الصيغة العلمية ديت بنكتب الأعداد اللي قيمتها كبيرة جدا أو قيمتها صغيرة جدا باستخدام الصيغة العلمية. أول قاعدة في الصيغة العلمية بتقول لي تتحرك الفصلة إلى يمين أول منزلة غير صفرية من اليسار إذا كان العدد الأصلي يقع بين الصفر والواحد فإن الأس يكون سالبا. طيب بص معايا كده نفهم الموضوع ده من خلال المثال. بيقول لي اكتب العدد التالي بالصيغة العلمية. الصيغة العلمية دي يا أولاد عبارة عن حاصل ضرب عددين. العدد الأولاني لازم تكون قيمته أقل من 10. يبقى العدد الأولاني لازم تكون قيمته أقل من 10. طب والعدد الثاني هو قوة العدد 10، هو قوة العدد 10. يعني ايه يا استاذ قوة العدد 10؟ يعني العدد 10 مرفوع لقوة موجبة أو قوة سالبة،
يبقى مرفوع لقوة موجبة أو قوة إيه؟ سالبة. طيب أنا عندي العدد 256,700، إزاي أعمل منه عدد قيمته أقل من 10؟ طيب قيمته أقل من 10 يبقى أنا هاخد فصلة عشرية. طب هل فصلة عشرية بين الصفر والصفر؟ ولا فصلة بين الصفر والسبعة؟ ولا فصلة بين السبعة والستة؟ ولا فصلة بين الستة والخمسة؟ ولا فصلة بين الخمسة والاثنين؟ طبعا عشان يطلع لي عدد قيمته أقل من 10 هناخد فصلة عشرية بين الاثنين والخمسة. طب يا أستاذ ليه ما خدناش بين الخمسة والستة؟ لو خدنا فصلة عشرية بين خمسة وستة أصبح 25 و قيمته أكبر من 10، يبقى الفصلة العشرية تيجي من مين يا أولاد؟ بين الاثنين والخمسة أهو. خدنا فصلة عشرية ما بين الاثنين والخمسة، جميل. طيب دي أول جزء من الحل. الجزء الثاني ها هنضربه في قوة العدد 10 يبقى ضرب. طيب الفصلة العشرية يا أولاد قدامها أرقام؟ أيوه قدامها أرقام. طب قدامها كم رقم؟ واحد. طب الأرقام اللي قدام الفصلة على يمينها ولا على يسارها؟ على يمينها، يبقى قوة موجبة. طب قدامها كم رقم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى هتضرب إيه؟ في القوة العدد 10 يبقى 10 مرفوعة أس كام؟ أس 5، يبقى ضرب 10 أس 5. طب جيت منين الخمسة يا أولاد؟ قدام الفصلة العشرية كام؟ خمسة أرقام على يمينها. طيب تعالى ناخد عدد تاني ونشوف. عدد أهو يا أولاد زي ما أنت شايف 524 من 100,000. عايزين نكتبه على الصيغة العلمية بنفس الطريقة، برضه هنعمل منه عدد أقل من 10. طيب عدد أقل من 10 الفصلة تبقى من مين ومين يا أولاد؟ بين الخمسة والاثنين، عشان يبقى 5 فاصلة إيه؟ 24 من 100 أهو. ها يبقى الفصلة هتيجي هنا. طيب ها دلوقتي الفصلة هنا. طيب الخمسة والصفر 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 في كم رقم على يسار ال 10 يا أولاد؟ ها أربع أرقام، يبقى قوة موجبة ها فصلة حركة إيه؟ ثلاث إيه؟ منازل. يبقى يا أولاد خدنا فصل هنا يا أولاد بين الخمسة والاثنين، بص معايا الاتجاه السهم كده أهو. من الفصل للفصلة كم رقم يا أولاد؟ أدي واحد اثنين ثلاثة، يبقى كام يا أولاد؟ ها يبقى 10 أس ماشيين يمين ولا يسار؟ يسار، يبقى 10 أس سالب ثلاثة زي ما أنت شايف في المثال. تعالى ناخد بقى تحقق من فهمك، تحقق من فهمك أسئلة على الصيغة القياسية وأسئلة على الصيغة العلمية. اكتب كل من الأعداد التالية بالصورة القياسية. طيب ها أول حاجة بص على القوة، قوة موجبة ولا قوة سالبة؟ قوة موجبة، يبقى الفصلة تتحرك ناحية اليمين كم رقم يا أولاد؟ خمسة أرقام، يبقى تعدي الأربعة وتعدي الاثنين كده حركت، يبقى فاضل لها كم صفر يا أولاد؟ ثلاثة أصفار، تطلع الإجابة زي ما أنت شايف. الثاني قوة موجبة ولا قوة سالبة؟ قوة سالبة، يبقى الفصلة تتحرك ناحية اليسار كم حركة يا أولاد؟ اثنين، يبقى تعدي الستة واحد فاضل لها كمان حركة، يبقى نحط لها صفر والفصلة العشرية. طيب هنا قوة موجبة، يبقى الفصلة تتحرك ناحية اليمين كم رقم؟ رقمين، تعدي السبعة يبقى واحد، تعدي الواحد يبقى اثنين، تطلع الإجابة 371 وأربعة من عشرة. سؤال تاني تحقق على الصيغة العلمية. طيب العدد اللي قدامنا ده يا أولاد أهو، العدد اللي قدامنا زي ما أنت شايف 14,140,000. طيب عايز أكتب العدد ده بالصيغة العلمية، لازم أجعل من العدد ده العدد الأول. الصيغة العلمية حاصل ضرب عددين، العدد الاولاني اقل من 10. طيب احط فصله بين الاربعه والواحد؟ لا. طب بين الواحد والاربعه؟ لا. يبقى الفصله بين الواحد والاربعه اصبح كام يا اولاد؟ واحد ها و414 من 1000، طبعا اصفار خلاص. طيب لما احط فصله بين الواحد والاربعه ها الفصله قدامها كم رقم يا اولاد؟ ها فصله بين الواحد والاربعه 1 2 3 4 5 6 7، يبقى قوة موجبة يبقى 10 أس كام يا أولاد؟ 7. نفس الكلام في المثال الثاني، هنحط قوة بين مين؟ ها هنحط فاصلة بين مين؟ بين ها الستة والسبعة ولا السبعة والثمانية؟ بين السبعة والثمانية، يبقى 8 و76 من 100، عدد أقل من 10. طيب من الفصلة للفصلة كم رقم يا أولاد؟
واحد اثنين ثلاثة، يبقى قوة ايه؟ نشوف الاتجاه السائق، اليسار، يبقى قوة سالب، يبقى 10 أس سالب 3. طب هنا يا أولاد فاصلة بين مين ومين؟ بين الواحد والواحد، يبقى 1 و14 من 100، وبين الفصلة والفصلة كم رقم؟ رقم واحد، يبقى 10 أس سالب 1. تمارين تانية كمان. اعتمد على المعلومات الواردة في الجدول ورتب دول الخليج العربي حسب أعداد سكانها من الأصغر إلى الأكبر. يبقى أنت يا أولاد جايب لي البيانات اللي عندي كلها بالصيغة العلمية، يبقى أنت تحولها إلى الصيغة القياسية، ها، وبعدين ترتب من الأصغر إلى الأكبر. حول كله إلى الصيغة القياسية ورتبها إلى الأصغر إلى الأكبر زي ما أنت شايف. طيب تأكد، اكتب كل من الأعداد التالية بالصورة القياسية. 7.32 من 100 ضرب 10 أس 4. قلنا يا أولاد الفصلة تتحرك ناحية اليمين 4 منازل. طب ليه ناحية اليمين 4 منازل؟ عشان قوة موجبة. ها يبقى الفصلة، ها، تعدي الثلاثة يبقى 1، تعدي الاثنين يبقى كده 2، فاضل لها كم حركة؟ حركتين، يبقى احط لها كم صفر يا أولاد؟ صفرين. تطلع الإجابة زي ما أنت شايف، 73,200. طيب هنا برضه قوة موجبة، قوة موجبة، الفصلة اتحرك ناحية اليمين كم رقم؟ 5 حركات أو 5 منازل، يبقى تعدي 9 وتعدي 3 وتعدي 1 ونحط لها كم صفر يا أولاد؟ صفرين. طب هنا القوة تتحرك ناحية اليسار كم حركة يا أولاد؟ حركة واحدة، يبقى تعدي 4 ونعمل الفصلة العشوائية ونحط صفر. طب هنا يا أولاد القوة تتحرك ناحية اليسار كم حركة؟ 4 حركات، يبقى تعدي 6 ونحط 3 أصفار والفصلة العشرية. المثال اللي بعده، اكتب كل من الأعداد بالصورة العلمية. الصورة العلمية يا أولاد عبارة عن حاصل ضرب عددين، العدد الأول قيمته أقل من 10. طيب هنحط فصلة بين مين ومين؟ بين 7 و7 ولا 7 و2؟ بين 2 و7، يبقى 2.77 من 100. طيب الفصلة لما نحطها هنا يبقى قدامها كم رقم؟ 5 أرقام، والأرقام على اليمين تبقى قوة موجبة، يبقى الإجابة زي ما أنت شايف 10 أس 5، 2.77 من 100 ضرب 10 أس 5. طيب هنا يا أولاد فصلة بين 8 و7، يبقى 8.785 من 1000 أو، والأرقام على يمين الفصلة يبقى قوة موجبة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى 10 أس 9. طيب الفصلة بين 4 و9، ها، طيب من الفصلة لفصلة كم رقم يا أولاد؟ ها تعال نعد كده زي ما أنت شايف بالمؤشر، ها، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى 10 أس سالب 5. طب هنا فصلة بين مين ومين؟ بين 5 و2، ومن فصلة لفصلة رقم 1 يبقى قوة سالبة، يبقى 5.24 من 100 ضرب 10 أس سالب 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.